ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم من أضخم مهرجانات الخليج من جائزة زايد الكبرى. في ثامن أيامها ننطلق مع سن الحول والزمول، وفي هذا اليوم المغاير الثاني من شهر ديسمبر لعام 2021 للميلاد. يا عسى عيد البلد عايد ويرحم الله لي مشيدها، الفضل بعد الله الزايد لي بنا وسس عمايدها. أهني دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني للإمارات الخمسين، وأتمنى للإمارات بحكامها العظماء مزيدا من الازدهار والرخاء والتقدم في هذا اليوم التاريخي واليوم الوطني الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام. هكذا أيها المتابعون جميعا ننطلق في هذا الصباح من خلال 10 أشواط الخاصة بأشواط الحول والزمول، أشواط الإنتاج والمنتجين. 8 كيلومترات هي المسافة المقررة في هذا الصباح الجميل. 8 أيام هذا المهرجان وذروة السنام في هذا المساء الذي سوف نشاهد من خلاله القوة والإثارة وسيف زايد لمن سوف يكون في هذه الأمسية التاريخية الرائعة. على بركة الله نسير أيها المتابعون مع أول الأشواط وشوط ذلل المحليات الأصايل من فئة الإنتاج والمنتجين. هكذا أيها المتابعين مباشرة ناخذ الصدارة الأولى ليتقدم هذا الشعار شعار الشاعر ويقدم لنا هذه الانطلاقة على مقدمة هذا الشوط. والمركز الأول هناك أيضا من تأتي بالشعار الشامسي، يتقدم محمد بن أو سعيد بن محمد بن خاتم الشامسي مقدما لنا الظفرة على الصدارة الأولى على المقدمة الأولى، بينما الطيارة تأتي أيضا لسويد بن زايد بن قشمان المنصوري يقدم لنا هذا الاسم وهذا التحدي المثير من خلال هذه المنافسة القوية في أشواط الإنتاج والمنتجين. غاية تصل لأحمد بن محمد راعي العوية العامري، قدم غاية على المركز الثالث، واحد من الشعارات الذي دائما له الظهور القوي في عالم الكبار، يقدم لنا هذه الانطلاقة مع غاية غيرت وخذت المركز الثاني في هذه اللحظات ضمن انطلاقة أشواط الإنتاج والمنتجين الستة الأولى مباشرة إلى المركز الرابع والوصول. هنا من تتقدم في هذه اللحظات العزوم سالم بن فاضل بن سعيد الكتبي يقدم لنا العزوم في هذه الانطلاقة، بينما هناك أيضا الدخول الآخر والتحدي على المركز الخامس. وصلت ديمة عبد الله بن معيوف بن محمد العامري يقدم لنا ديمة على المركز الخامس، بينما المركز السادس من تتقدم في هذه اللحظات من وصلت في هذه اللحظات الشامخة سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، يصل الحلامي أيضا مقدما لنا الشامخة. الأنظار في هذا المساء، الأنظار في هذا المساء أيضا هناك يا أبو سلطان على موج، أحد الأسماء القوية والمرشحة أيضا في بندقية الإنتاج. هنا الوصول والدخول من خلال مهارة علي بن سالم بن سعيد بن غصن العامري يتقدم. راعي رياض من انتزع بندقية أيضا الجعدان الثنايا في الإنتاج والعصافة الأبطان بالفعل، يقدم لنا اليوم يقدم لنا مهارة بمهاراته الرائعة وبمهارات أحد شبابنا المضمرين عامر بن سعيد ود الحرسوسي الوهيبي. ولكن الدخول الوصول هنا من شعار أبو عبد الله وصلة مريفة محمد بن عبد الله بالحب العامري يقدم لنا مريفة في هذه اللحظات، يتقدم بشعاره الجميل وبأدائه المتميز، بينما الوصول
من سلاطين لسعيد بن سالم بن مصبح النعيمي وصل بصاروخ ليقدم لنا سلاطين في هذه اللحظات القدوم الآخر والتحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام على المركز التاسع. أيضا من قدمة هذه اللحظات هذه حشيمة حمد بن خويتم بن بخيت العامري يقدم لنا حشيمة في هذه اللحظات ويقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما الدخول الآخر من مراسيل سعادة ناصر بالعود بن يحيى المنهالي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، متابعي هذه الانطلاقة أول أشواط الذلل. الإنتاج والمنتجين عودة إلى الظفرة، الظفرة لسعيد بن محمد بن خاتم الشامسي يقدم لنا الظفرة في احتفالات هذا اليوم، في احتفالات دولة الإمارات بعيدها الوطني 50 المجيد، جعلها الله أعياد خير وبركة في هذه الدولة، دولة الرخاء والنماء والعطاء. عودة إلى المركز الثاني، هناك من وصلت في ثاني المراكز ليتقدم أحمد بن محمد راعي العوية العامري يقدم لنا غاية على المركز الثاني. المركز الثالث هناك الطيارة لسويد بن زايد بن قشمان المنصوري يقدم لنا الطيارة، يتقدم بهذه الانطلاقة على المركز الثالث، واحد من أبناء الوثبة الطيارة. يتقدم أيضا سويد بن زايد بن قشمان المنصوري ليقدم لنا هذه الانطلاقة ويقدم لنا هذه التحديات المثيرة من خلال هذه المنافسة وهذا الأداء المتميز. هناك الوصول والدخول من العزوم سالم بن فاضل بن سعيد الكتبي يقدم لنا العزوم في انطلاقتها القوية وفي تحدياتها المثيرة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي، بينما الوصول الدخول هذه اللي وصلت مهارة علي بن سالم بن سعيد بن غصنه العامري يتقدم ليقدم مهارة، وهناك الأسماء القادمة وصلت في هذه اللحظات الشامخة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي يقدم لنا الشامخة، ولكن أيضا وصل شعار أيضا بن خويتم ليقدم لنا انطلاقة حشيمة. حمد بن خويتم بن بخيت العامري وصل راعي سودة ليقدم لنا هذه الانطلاقة القوية والعملاقة هنا من خلال هذه التحديات وهذا الانطلاق الصباحي من أشواط الانتاج. يا سلام يا بالعوضي، يتقدم من خلال مراسيل سعادة ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي يقدم لنا مراسيل، وهناك شعار ابو عبد الله المحلل القدير ياتي مع مريفة محمد بن عبد الله، ايضا هناك من يقدم لنا هذه الانطلاقة محمد بن عبد الله بالحب العامري وسعيد بن محمد بالحب العامري احد شبابنا المميزين في عالم التضمير ذو الخبرة والدراية، من يرافق أيضا مريفة في عملية التضمير. وصل بن صاروخ ليتقدم ممثلا لأهالي هناك ميدان السوان مع سلاطين سعيد بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي ليتقدم من خلال هذا الأداء ومن خلال هذا التحدي المثير هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. الانطلاق قوي، التحدي مثير هنا في عاصمة الميادين. نسير إلى المقدمة، نسير إلى الصدارة، نسير إلى المركز الأول لنتعرف أيضا على هذه الأسماء، على هذه التحديات، على هذه الانطلاقات أيضا الصباحية. يومنا اليوم، اليوم غير، اليوم ذروة السنام، الفترة المسائية التي سوف تشهد سيف زايد لمن سوف يكون في هذه الأمسية الرائعة التي سوف نشاهد من خلالها القوة والحماس. نعود إلى مجريات الشوط، نعود إلى المركز الأول، الظفرة على المركز الأول. سعيد بن محمد بن خاتم الشامسي يتقدم أيضا وبدأ أيضا بالصدارة من البداية وهو في مقدمة هذا الشوط. أحد الأسماء القادمة من زاخر، القادمة من العين دار
زين ليحتفل في هذا اليوم، ليحتفل في هذا اليوم هنا مع مواصلات الظفرة على المركز الأول. المركز الثاني هناك غاية 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 على المركز الثاني، أحمد بن محمد راعي العوية العامري يتقدم، القادم من مصانع الجنوب، القادم من مصانع الجنوب ليقدم مهاراته ويقدم غاية المراد هي الفوز والانتصار، بينما الطيارة تحلق في أجواء الوثبة في خطوط الوثبة بقيادة أحد أيضا الخبراء في هذه الرياضة. أحد الخبراء في هذه الرياضة هو سويد بن زايد بن جشمان المنصوري، أيضا عشق هذا الاسم ورافق هذه الانطلاقة على المركز الثاني، غير المركز الأول. وصل راعي سودة، وصل بن خويتم، وصل بن خويتم ليقدم لنا هذه الانطلاقة مع حشيمة. حمد بن خويتم بن بخيت العامري يتقدم من خلال هذا الأداء ومن خلال هذا التحدي. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي المثير وهذا الانطلاق القوي والمميز، مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هكذا الانطلاق، هكذا حشيمة غيرت الصدارة، غيرت المركز الأول ومقدمة هذا الشوط في هذا الاندفاع في هذا التحدي المثير. ما شاء الله، النجمة الزرقاء، النجمة الزرقاء بدأت تتحرك مشاهدينا دين الأعزاء، أراها بالعين المجردة. وصل الحلامي، وصل الحلامي يقدم الشامخة سعادة أحمد بسلطان الحلامي، ولكن هناك أيضا شعار راعي العوية، وهناك شعار أيضا طيار الوثبة، هناك مع الطيارة سويد بن زايد بن جشمان المنصوري. أحلوت المنافسة، أحلوت المنافسة مع المركز الأول حشيمة، حشيمة على الصدارة، حشيمة على المركز الأول ليتقدم هذا الشعار، ليتقدم هذا الأداء، ليتقدم هذا الانطلاق المميز. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هناك حمد بن خويتم بخيت العامري مع حشيمة على الصدارة، مع حشيمة على المركز الأول، على الاندفاع الأول. مشاهدين الأعزاء هنا، مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ليأتي مع حشيمة حمد بن خويتم بن بخيت العامري. روح يا إبراهيم يا بن مسلم، روح روح مع الصدارة. أحد شبابنا المضمرين من يقدم حشيمة، العصا في الأبطان، العصا في الأبطان، تهانينا من الأعماق نقدمها لحمد بن خويتم بن بخيت العامري. يا سلام يا سلام يا بن خويتم، أحد الأسماء الذي تخرج من مدرسة زايد، طيب الله ثراه، تهانينا والناموس، سلاماتنا عناوية، سلام راعي سودة، سلام سلام على فوز حشيمة بو عبد الله واصل. ولكن حشيمة حمد بن خويتم بن بخيت العامري هنا في الانتاج، في المنتجين، امريفة امريفة القادمة، ولكن خلاص بن خويتم، بن خويتم. شكرا ابراهيم بن مسلم الغفيلي من قدم حشيمة. المركز الثاني مريفة محمد بن عبد الله بالحب العامري، المركز الثالث شامخة سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، رابعا هناك الوصول من شواهين سيف بن سالم الاكتمي، والمركز الخامس هناك مهارة علي بن سالم سعيد بن قصن العامري. أول أشواط الإنتاج، أول أشواط المنتجين، هكذا أيها المتابعين جميعا، هكذا نعود بالتوقيت الزمني ولحظات الإعادة مع أيضا حشيمة. تهانينا لحمد بن خويتم بن بخيت العامري، شكرا إبراهيم بن مسلم الغفيلي، تهانينا والناموس على هذا الفوز. ما شاء الله، عون ولون، عون ولون الشكل، سلالة صغنية عريقة تتحمل لمسافات أيضا 8 كيلومترات، حيث قطعت المسافة 12 دقيقة و41 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني، وصلتنا اللي مريفة محمد بن عبد الله بالحب العامري، شعار أبو عبد الله أحد الشعارات أيضا الجميلة للغاية، حيث قطعت المسافة 12 42، 4 أجزاء من الثانية. الشامخة من وصلت ثالثا لسعة سعادة أحمد بن سلطان الحلامي من قدمها أيضا بأداء وبنجومية كبيرة من خلال هذا الأداء، حيث قطعت المسافة في 12 دقيقة 46 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا
والناموس بينما المركز الرابع شواهين لسيف بن سالم ابو ضبيعه الكتبي. تهانينا والناموس 12-48 وفاء وتماما وكمالا. بينما مهاره من حصلت خامسا العلي بن سالم بن سعيد من قصر العامري. تهانينا لو الناموس على فوزه بالمركز الخامس حيث قطعت المسافه 12 دقيقة و51 ثانية وتسعة اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم اجمل واطيب تحيه من ارضيه هذا الميدان، من ميدان